في السنة الثامنة من الهجرة انتهكت قبيلة قريش حرمة البيت الحرام ونقضت الهدنة التي بينها وبين المسلمين المعروفة بصلح الحديبية. فارس مغوار أول من لقب بأمير الأمراء، هو قائد الجيوش الإسلامية وفاتح الديار الشامية وأمين الأمة الإسلامية. إنه الصحابي الجليل أبو عبيدة ابن الجراح في مشهد فتح مكة. هو عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال الفهري القرشي، يكنى بأبي عبيدة. كان من شجعان قريش الذين لا يشق لهم غبار، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام. الفارس أبو عبيدة ابن الجراح كان من شجعان قريش، كيف جاء إسلامه؟ سيدنا أبي عبيدة بن الجراح من قدام المسلمين، أسلم قديما على يد سيدنا أبي بكر، ولذلك كان من مشاهير العشرة المبشرين بالجنة، وهو قرشي وقائد حربي وشجاع وعنده أمانة، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاني شأن أمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح، لما أرسله إلى نجران حتى يجبي جزية نجران، قالوا له قساوسة نجران أرسل إلينا أمين، لأنهم كانوا يرسلوا مخافة أن يأخذ شيء فيعطي للنبي أقل مما أخذ، فقال أرسلوا عندكم أمين، حق أمين، حق أمين، وشهادة النبي حق. نعم. شهادة النبي كأنها شهادة من الله، فكان أمين هذه الأمة سيدنا أبي عبيدة. كل أمة أمين، وأمين هذه الأمة سيدنا أبي عبيدة بن الجراح. كيف سطر هذا القائد شخصية كبيرة وفروسية أكبر في الإسلام؟ بدأ يشارك في الغزوات منذ بدايتها، وعندما نقول منذ بدايتها أي نبدأ بغزوة بدر، لم يترك غزوة إلا وشارك فيها. إلا طبعا بدأ بغزوة بدر، ونحن نعلم مدى مكانة البدريين في الإسلام، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولا ننسى موقفه أيضا في غزوة أحد، عندما فر معظم المسلمين من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا كان من الثابتين، ثبت مع رسول الله، وعندما دخلت بعض قطع الحديد في وجنتي رسول الله أصر أبو عبيدة على أن ينزعها بثنيتيه أي بأسنانه الأمامية، وعندما نزعها خلعت هذه الأسنان من سيدنا أبو عبيدة حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكتفي أبو عبيدة بذلك، وإنما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض السرايا في السنة الثامنة من الهجرة، ثم كان له الموقف العظيم بعد ذلك في فتح مكة. من أسباب فتح مكة هل نقض العهد من قبل القريشيين مع النبي ومع المسلمين؟ نعم، هو صلح الحديبية معروف، اتعمل سنة 6 هجرية في ذو القعدة. نعم. وبعدين بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمرة القضاء في العام السابع. كان مقتضى الصلح ده مجموعة قبائل دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقبائل أخرى دخلت في حلف قريش، على ألا يحدث أي قتال. ولكن للأسف بعض قبائل اللي في حلف قريش اعتدت على قبائل تابعة لحلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكونوا نقضوا العهد. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سيرته كان إذا عهد لا ينقض العهد أبدا، بل كان لا يقاتل إلا إذا نقض العهد. وكان من أهم بنود هذا الصلح هدنة لمدة 10 سنوات. والأمر الثاني أن من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. فدخلت قبيلة خزاعة في حلف رسول الله، ودخلت قبيلة بكر في حلف قريش، وكان بينهما عداوة قديمة، فاستعانت قبيلة بكر ببعض القرشيين من المشركين، وقاموا بالاعتداء على أهل خزاعة في الحرم الشريف في بيت الله الحرام. فذهب زعيمهم عمرو بن سالم مستنجدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: نصرت يا عمرو، أي أنه وجب علينا نصرك. وكان هذا نقد صريح، لأن أبو سفيان زعيم مكة في هذا الوقت عندما أحس بأنهم قد نقضوا الصلح
ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محاولا خداعه بتجديد الصلح سنوات أخرى، وجاءوا ليجددوا الصلح لكنه رفض. رفض صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا يعني لو وافق بعد يعني التاريخ بتاعهم في الأحزاب وأحد وبدر وكلها مواقع بالقرب من المدينة، فهم كانوا لا يهدأوا إلا أن يقاتلوا أو يقتلوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان من الكياسة ألا يوافق أن يجدد العهد بعدما نقضوه. وهنا تجهز الجيش الإسلامي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد يفوق 10,000 مقاتل للرد بما هو مناسب على الأعداء وحلفائهم، ولنصرة المظلومين من حلفاء المسلمين المعتدى عليهم في البيت الحرام. في السنة 8 من الهجرة دخل المسلمون مكة، وكان للصحابي أبو عبيدة ابن الجراح حامل لراية من رايات المسلمين في هذا الفتح. في فتح مكة نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على أن يكون تجهيز الجيش سراً، وذلك لكي يفاجئ مكة، حباً من رسول الله في ألا يجرى قتال في مكة بلد الله الحرام. وكان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكريم أصحابه السابقين الأولين، فنجد مثلاً أنه أسند قيادة الأنصار إلى سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن آله الكرام، وأسند قيادة المشاة والحسر الذين لا سلاح لهم لسيدنا أبو عبيدة، وذلك لكي يساهم في هذا الفتح العظيم ويكتب اسمه مع من شارك في هذا الفتح الكريم. يعني دي دليل على عن ثقة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة بجيش لم تشهده مكة منذ أن خلقها الله، يعني ب10,000 مقاتل حاصرها من جميع الجهات، الزبير وخالد بن الوليد نعم، ومكنه الله من الدخول، لأن لم يأتي أي جيش يغزو مكة إلا ويقهره الله. فكون جيش النبي صلى الله عليه وسلم يمكن له الدخول هذا علامة من صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عرف فتح مكة المكرمة بالفتح الأعظم نظراً لما حققه المسلمون من فوز عظيم في إدخال مكة تحت لواء الإسلام. مشهد فتح مكة ودخول الكثير من أهل مكة في الإسلام مشهد كبير، وعلى إثره انتقلت الدعوة الإسلامية إلى مرحلة جديدة، مرحلة التأسيس والتبليغ والفتوح ونشر الدين في هذه المناطق. نعم، هو فتح مكة كان سبب أن كل العرب يدخلوا في دين الله أفواجا، لأن كثير من قبائل العرب كانت متربصة لما يحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وقالوا أنه لو مكنه الله عليهم يكون هو من أهل الحق، وإلا يبقى نترك الدخول في النزاع، واعتبره أن النزاع بين أبناء قبيلة واحدة. نعم، لكن جعلوا تمكنه من مكة علامة صدق نبوته، ولذلك دخل في دين الله أفواج أعداد كبيرة. والعجيب أن قبل صلح الحديبية كان عدد المسلمين حوالي 3,500 قبل صلح الحديبية، يعني ما يوصلوش 4,000. صحيح، في فترة 6 هجرية ل8 هجرية بالصلح ده أعطى فرصة ومهادنة الناس تراجع نفسها وتشاهد الإسلام عن حق. فتصور أنت في خلال سنتين دخل النبي بجيش 10,000 مقاتل. فتح مكة كله دروس وعبر. الدرس الأول فيه هو ما فعله الرسول مع أهل مكة الذين قاموا بإيذائه أكثر من 10 سنوات، 13 سنة وهو يعذب ويضطهد، ورغم هذا عندما أتوا له خاضعين مستسلمين قال له قولته المشهورة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك كل من أسلم بعد هذه الكلمة يسمى من الطلقاء. من الطلقاء أطلق عليهم هذا اللقب. دخول مكة وانتشار معالم الإسلام، تكسير الأصنام، وأيضا رفع الأذان من الكعبة. نعم، لا شك. والعجيب أن الأصنام دي كانت يعني على قواعد من رصاص مذاب، يعني راسخة. نعم، وعدد الأصنام بعدد سنين السنة 365 سنة حوالين الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بإشارته بيده هكذا يقول: جاء الحق وزهق الباطل. فإذا أشار بيده
انهارت الأصنام. فكانت حتى هذه الإشارات إشارات نبوية كبيرة أنه لا يشير إلا بالله ولا يتحرك إلا بالله. ولذا يقول الله في حقي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وبعد ذلك بدأ الإسلام ينتشر في أنحاء الجزيرة العربية كلها شرقا وغربا، بل إنه بدأ بعد ذلك ينطلق إلى خارج الجزيرة عندما بدأ الرسول يرسل الكتب إلى الملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية يدعوهم إلى الإسلام ويسعى لأن يدخلوا في الإسلام سلما لا حربا. كان فتح مكة تتويجا لسنوات متواصلة من الدعوة والكفاح والجهاد، وبداية لمرحلة جديدة من التأسيس والتبليغ والفتوح.